قال بوركان بايرام رئيس مجلس إدارة الاتحاد التركي للمركبات الكهربائية والهجينة إن السيارة المحلية توك زادت من اهتمام المواطنين في تركيا بالمركبات الكهربائية. جاء ذلك خلال تنظيم فعالية ركزت على رفع الوعي بالسيارات الكهربائية والهجينة للمستقبل. نما مؤشر الانتاج الصناعي في تركيا بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال يوليو تموز الماضي، مدعوما بارتفاع مؤشرات فرعية أبرزها التعدين والتصنيع. جاء ذلك وفق أحدث معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، أشارت إلى أن مؤشر الانتاج الصناعي على أساس شهري تراجع بنسبة 4.2% مقارنة مع يوليو حزيران 2021. استورد أجود أنواع الخضار والفواكه من تركيا. قال فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وقرغيزيا ارتفع بنسبة 78% في أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ 508 ملايين دولار. تواصل جمعية أطباء حول العالم التركية تقديم خدمات الرعاية الطبية المنزلية لمئات الجرحى والحالات الإنسانية في قطاع غزة. وقال محمد حجي مسؤول برنامج الرعاية الطبية المنزلية بالجمعية إنها بدأت بتقديم الخدمات ضمن هذا البرنامج منذ العام 2015.